قالوا عن حرب أكتوبر. كتبت صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية قائلة: لقد غيرت حرب أكتوبر مجرى التاريخ بالنسبة لمصر وللشرق الأوسط بأسره، عندما اقتحم الجيش المصري قناة السويس واجتاح خط بارليف المنيع. في صحيفة الديلي ميل البريطانية ذكرت عن حرب أكتوبر: لقد محت هذه الحرب شعور الهوان عند العرب وجرحت كبرياء إسرائيل. في صحيفة الديلي ميل البريطانية ذكرت عن حرب أكتوبر: إن الكفاءة العالية التي أبداها المصريون في عبورهم السريع لقناة السويس واكتساحهم الخاطف لخط برلين إنما هو تحذير صارم من المصريين، مكنهم من استعادة أراضيهم التي أمسك بها العدو عام 67. أكتوبر 73، بطولات تتوارثها الأجيال.